السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصفة رملية تضرب السعودية ومنها إلى الكويت والعراق. حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة رملية تضرب المملكة العربية السعودية والكويت الساعات القادمة. وقال الدكتور عبد الله المسند على حسابه على تويتر إنه من المتوقع أن تشتد قوة الرياح الشمالية الحارة اليوم، وقد تسير بعض الغبار على أماكن متفرقة من المملكة العربية السعودية. وقال الخبير السعودي أن الرياح قد تشتد أيضا لتثير الغبار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. وفي نفس السياق حذر خبير الأرصاد الجوية في الكويت محمد كرم من حالة عدم استقرار الطقس في البلاد، بأن الكويت ستتعرض لرياح نشطة تصل سرعتها ل70 كيلو في الساعة وغبار كثيف جدا. وأوضح الخبير الكويتي أن الكويت ودول الخليج ستتأثر بتقدم المنخفض الهندي وشبه الجزيرة العربية. وقد أعلنت مؤسسة المواني الكويتية اليوم الأحد بتوقف حركة الملاحة البحرية في مواني الشيوخ وشعيبة والدوحة مؤقتا بسبب العاصفة. إلى هنا انتهى خبرنا، برجاء إذا أعجبك الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظ البلاد والعباد.